السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من كورس الماشين ليرنينج. النهاردة هنشرح مثال عملي من موقع كاجل، سوبر ماركت أناليسيز أند بريدكشن. هو ده موقع كاجل، عامل زي فيسبوك كده، تقعد تعمل سكرول داون لتحت هتلاقي في ناس كتير بتنزل كيرنل وبتنزل داتا، أي حاجة أنت عايزها. يعني إذا كنت عايز تحمل داتا تخش هنا، وطبعا كاجل، طبعا جوجل هو اللي بيسبورت موقع كاجل، فهتلاقي عليه كم كبير جدا جدا من الداتا. بس احنا هنخش على النوت بوكس دي دلوقتي عشان نجيب السوبر ماركت. هنيجي هنا في السيرش نكتب سوبر ماركت، أول واحدة دي مثلا نجيبها، بس عايزين نشوف الداتا الأول، فهنتك على سوبر ماركت أناليسز. هي دي الداتا اللي احنا هنشتغل عليها. لو انت عايز تعمل لها داونلود من هنا، تعال نشوف الداتا ديت هي عبارة عن ايه. نعمل دي كده، نشوف الكونتكست. بيقول لك the growth of supermarkets in most populated cities are increasing and the market competitions are also high. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان السوبر ماركتس هو اصبح منتشر بشكل كبير جدا، خاصة في الاماكن اللي بتكون populated، الناس اللي بتكون كثيفة، يعني في الاماكن اللي هي كثيفة بالسكان. وبيقول لك ان هنا السوق في السوق في المجال ده بيكون سوق تنافسي جدا. طيب هنا بيقول لك ان الداتا سيت از وان اوف ذا هيستوريكال سيلز اوف سوبر ماركت كومباني ويتش هاز ريكوردد ان 3 ديفرنت برانشز. بيقول لك هنا الداتا سيت دي عباره عن 3 ديفرنت برانشز، عندنا 3 فروع من السوبر ماركتس، كل فرع مسجل داتا لمده 3 شهور. برودكتيف داتا اناليتكس ميثودز ار ايزي تو ابلاي ويز ذيس داتا سيت. بيقول لك ان احنا سهل ان احنا نعمل ابلاينج او نعمل اناليتكس على الداتا دي. تعال نشرح كده كولوم باي كولوم. اول كولوم هو الانفويس اي دي، اللي هو الفاتوره بتاعه الشخص اللي بيخش يشتري. وهنا البرانش، عندك 3 برانشز زي ما قلنا، اي بي سي، وعندك هنا السيتي اللي هو اللوكيشن مكان السوبر ماركت، وعندك الكاستمر اي دي، سوري الكاستمر تايب. عندك نوعين من الكاستمر تايب، بيقول لك ريكوردد تو تايب اوف كاستمرز ريكوردد باي ممبرز فور كاستمرز يوزنج ممبر كارد اند نورمال فور وزاوت ممبر كارد. يعني ايه؟ يعني انت اول نوع عندك اللي هو الممبرز، ده الكاستمر الاولاني بيستخدم، هو بيقول لك يوزنج ممبر كارد، بيستخدم الكارت العضويه، عامل زي النادي كده. انت عشان تروح تعمل عضويه في النادي، في ناس بيكون لها عضويه وفي ناس ما بيكونش لها عضويه. هو هنا السوبر ماركت ده، هو مش السوبر ماركت زي اللي في مخيلتنا، لا، هو حاجه ضخمه، ممكن نقول كارفور او حاجه اكبر يعني. فانت في ناس زباين بيكون لهم عضويه بيستخدموا الممبر كارت، الناس اللي هي الممبرز دي اللي هم ليهم ممبر كارت، والناس اللي هي النورمال ناس عاديه ملهاش اي ممبر كارت ولا حاجه. طيب الجندر هو ميل في ميل، طبعا ميل او في ميل. هنا البرودكت لاين السوبر ماركتس دي بتبيع ايه؟ بتبيع كذا حاجه، منهم الكترونيك اكسسوارز والفاشن اكسسوارز، وبتبيع الفود اند بيفرجز اللي هي المأكولات والمشروبات، والهيلث اند بيوتي، وحاجات متعلقه برضو بالهوم اند لايف ستايل والرياضه والسفر وهكذا. وهنا اليونت برايز هو بالدولار، وهنا الكوانتيتي الكميه اللي الناس بتشتريها، وهنا التاكس الضريبه، قيمه الضريبه اللي هي 5% لكل حاجه بتتباع يعني، والتوتال، التوتال اللي هو السعر النهائي، وبيكون شامل التاكس كمان اللي هي الضريبه. وهنا الديت، الديت هو بيقول لك هنا الداتا ديت متخزنه من شهر يناير 2019 لحد شهر مارس 2019، يعني يناير فبراير مارس، عندنا 3 شهور اهم. والتايم بيشتغل من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 9 بالليل. والبيمنت، طريقه الدفع عشان انت تخش تشتري حاجه، بتدفع عن طريق 3 حاجات، يعني ممكن تدفع كاش، ممكن تدفع بالكريدت كارد، ممكن تدفع بالاي واليت، الاي واليت اللي هي المحفظه الالكترونيه. وهنا الكوست اوف جودز سوليد، الحاجات اللي هي المبيعات بتاعه البضاعه. وهنا الجروس مارجن برسنتج، اللي هو الجروس مارجن، جروس مارجن برسنتج اللي هي البضائع اللي هي المهمشه بالنسبه المئويه بتاعتها. وهنا بيقول لك الجروس انكم اللي هو الدخل، الكلي. وهنا بيقول لك ان الريتنج في الاخر، انت بتخش الشخص ده بيخش يشتري حاجه وفي الاخر بيحط ريتنج للبرانش اللي هو اشترى منه، والريتنج بيكون من 1 لحد 10. طيب تعالى بقى، احنا كده خلاص عرفنا الداتا بتاعتنا، شرحناها بالتفصيل. نخش على النوت بوكس،
عندك 2 واحد، 32 واحد حلين النوت بوكس، 32 واحد اشتغلوا على الداتا دي. انت ممكن تخش تشوف افكار الناس ديت فكرت ازاي، كل واحد حالل بطريقه مختلفه، بعد كده انت تاخد الداتا ديت وتشتغل انت عليها بطريقتك انت بتفكيرك انت. هنا هنا الراجل دوت لسه منزل الكيرنل بتاعته دي امبارح. هنا ديت الهوتنس، احنا عايزين نجيب الموست فويتس. موست فويتس اكتر حاجه، اكتر حاجه واخده تصويت من الناس، الراجل دوت هو اكتر واحد واخد تصويت، 40 صوت. نفتح الكيرنل بتاعته. اول حاجه هو جاب نمباي وبانداز وسي بورن ومات بريتليب. الكيرنل ديت انا شفتها، هو هنا جاب البريتنج سيستم. انا شفت الكيرنل دي، هو مستخدمش اي حاجه غير البانداز عشان يقرا الداتا بتاعته، وبعد كده قعد يشتغل بالسي بورن، بورت سي بورن از اس ان اس، اللي هو لما تيجي تنادى على السي بورن هتنادي لها من الاس ان اس دي. طيب اول حاجه هو قرا الداتا بتاعته هي، وبعد كده عمل هيد، عمل هيد الداتا متخزنه في سيلز، عمل هيد لاول 5 صفوف. هي دي الداتا، الحاجات اللي احنا شرحناها من شويه. عندك 3 برانشز اي بي سي والانفويس اي دي والسيتي اللي هي يانجون ونايبت واي، وفي سيتي كمان بس هو هنا عشان عامل هيد لاول 5 فهي مش باينه. نايبت واي ديت تقريبا عاصمه مونامور باي ذا واي يعني. وهنا الكاستمر تايب، الناس اللي هي لها عضويه اللي انا قلت لك من شويه، والناس اللي هي مالهاش عضويه، اللي لهم عضويه اللي هم الممبر، الناس العاديه اللي هي مالهاش عضويه، والجندر ميل فيميل، والحاجات اللي بتتباع، واليونت برايز، والكوانتيتي الكميه اللي بتتباع، والتاكسز الضريبه، والتوتال، التوتال اللي هي القيمه الشامله، شامله القيمه اللي الزبون بيدفعها بتكون شامله الضريبه، والديت، والديت اللي هو الناس بتيجي تشتري فيه بيسجلين كل حاجه لمده 3 شهور من يناير لحد مارس، والتايم كمان بيجوا يشتروا فيه، والبيمنت، طريقه الدفع، والكوجز، والجروس مارجن برسنتج، والجروس انكم، وفي الاخر التصنيف، الريتنج اللي الناس دي بتحطهم. الراجل ده يعمل اناليسز عن طريق السي بورن، هو مش هيستخدم اي حاجه غير السي بورن، ومن السي بورن بقى يبدا يحلل الرسم او الجرافس اللي بيطلع، ويبدا ياخد قرارات معينه على حسب الجرافس دي. طيب اول حاجه هو شاف شويه انفورميشن عن الداتا بتاعته. الداتا هي دي كل الكولومز، عندك 1000، عندك 1000 صف بيبداوا من 0 لحد 999، وعندك 17 عمود. هنا الاوبجكت، هنا النوع بتاع الداتا اللي هو الداتا تايب بتاعهم، ان هنا اوبجكت وعندك انتجر وعندك فلوت بس مفيش حاجه تاني. وبعد كده عمل ايه؟ قال لك السيلز ديت، الكولوم اللي اسمه ديت اللي موجود عندي في الداتا ماله الكولوم ده؟ قال لك بي دي، جاب مكتبه بانداز وحوله لديت تايم. وديت تايم بتاخد اوبجكت، بتاخد ارجيومنت، الارجيومنت ده هو الكولوم اللي انت عايز تحوله لديت تايم. ليه هو عمل كده؟ اقرا كده الكلام اللي هو كاتبه، بيقول لك باي انسبشن ذا ديت داتا تايبس از ان اوبجكت اند وي نيد تو تشينج ات تو ديت تايم. يعني بيقول لك ان الكولوم اللي اسمه ديت اللي هو ده هو عباره عن اوبجكت، عباره عن اوبجكت، وانا عايز احوله لديت تايم. لو احنا جينا بصينا عليه في الداتا، الكولوم اللي اسمه ديت ده هو عباره عن ايام وشهور وسنين، فهو هيقسم كل حاجه على حده، الايام لوحدها والشهور لوحدها والسنين لوحدها، فعشان كده حوله لتو ديت. بعد كده شاف الديت بتاعه، الدي تايب بتاعه اتحول فعلا اهوت ل ديت تايم. بعد كده لو انت حبيت ده الداتا تايب، لو انت حبيت تشوف التايب بقى هتلاقيه عباره عن بانداز سيريس. بانداز الكولوم اللي اسمه داتا هو عباره، ديت هو عباره عن بانداز سيريس. يعني ايه بانداز سيريس؟ الجدول اللي قدامك ده بتاع الداتا ده هو كل كولوم فيهم اسمه باندا سيريس، الكولوم ده اسمه باندا سيريس، ده باندا سيريس وهكذا، فهو التايب بتاعه هو باندا سيريس. بعد كده هيبدا يقسمه زي ما انا قلت ايام وشهور وسنين، يبقى الدي قال لك سيلز كولوم جديد اسمه الدي، هيخزن فيه ايه؟ هيخزن فيه الايام دي، هيقول لك سوري، هيقول لك يقول لك سيلز الكولوم اللي اسمه ديت دوت دي تي اللي هي ديت تايم دوت دي، هيجيب اليوم لوحده ويخزنه في الكولوم ده، وهيجيب الشهر ويخزنه هنا، الشهور بقى لكل الداتا بقى، وهيجيب السنين ويخزنها هنا اللي هي كلها اللي موجوده 2019 تقريبا يعني. طيب بعد كده اللي هيعمل الكولوم، هيعمل كولوم جديد اسمه تايم، هيخزن فيه اقول لك بي دي دوت، بي دي دوت، هيعمل نفس الكلام برضو تو ديت تايم، الكولوم اللي بتاخد الكولوم الارجيومنت اللي اسمه، بتاخد ارجيومنت واحد اللي هو الكولوم اللي اسمه، اللي اسمه تايم يعني. فهنا عمل ايه؟ خد التايم اللي هو الكولوم ده، الكولوم ده هيبدا يقسمه برضو. الكولوم ده هو فين في الداتا عندنا؟ التايم اهو، هو عباره عن ساعات ودقائق، الوقت بالساعه والوقت بالدقيقه يعني. طب هو هيعمل ايه؟
تعال نشوف عمل ايه. قال لك الكولوم اللي اسمه تايم حوله ديت تايم، بعد كده هيعمل كولوم جديد اسمه اورز، وهيقول لك سيلز تايم، الكولوم اللي اسمه تايم حوله، هات لي منه الساعات، يعني هو خد الساعات فقط شال الدقايق يعني، تمام. بعد كده بيقول لك ليتس سي ذا يونيك اورز اوف سيلز ان ذيس داتا سيت، يعني هيشوف ايه الحاجات اللي هي اليونيك، اللي هو الحاجات اللي اليونيك. بيقول لك ان السيلز الكولوم اللي اسمه اور اللي هو عمله هنا اللي موجود فيه كل الساعات، ان يونيك بتقول بيعمل لك كومنت اهو، بيقول لك بيرجع لنا عدد الساعات اليونيك. عدد الساعات اليونيك هم 11 ساعة. 11 ساعة دي هي الرقم اللي متكررش في الداتا خالص. طيب لو انت حبيت تشوف دي ان يونيك سوري، تقريبا نمبر الان دي ترمز لنمبر فينيك، يعني الرقم اللي هو متكررش خالص في الداتا هو رقم 11 اللي هي 11 ساعة يعني. طيب هنا بعد كده قال لك سيلز الكولوم اللي اسمه اور دوت يونيك، يونيك بقى لوحدها كده من غير الان بتجيب لك كل الساعات اللي موجوده عندك في الداتا في الالف صف عندك، بس الارقام يعني مثلا ال 12 دي اتكررت مثلا 5 مرات، اليونيك بقى بتاخد لك واحده بس منها، بتقول لك ان ال 12 دي موجوده عندك في الداتا، وال 13 دي الساعه 13 في واحد جه اشترى مش عارف اشترى حاجه معينه، فال 13 دي ممكن تكون متكرره كذا مره، بس يونيك بتاخد لك الحاجه الفريده بس من الحاجه اللي بتكون متكرره، بياخد منها حاجه واحده بس، تمام. بعد كده هيعمل ديسكرايب للداتا عشان يشوف شويه حاجات statistics. احنا عارفين ان الديسكرايب بتشتغل بس مع الكولومز اللي هي بتكون نيوميريكال، ما بتشتغلش مع الكاتيجوريكال. هنا بيرجع بقى الكاونت عندك 1000 صف، والمين بتاع كل كولوم، والستاندرد ديفيجن، والمينيمم، والنسبه ال 25% وال 50 وال 75، وبيرجع الماكسيمم، تمام. وهنا لكل الكولومز طبعا. بعد كده بيقول لك ليتس فايند ذا نمبر اوف يونيك فاليوز ان كولوم ويز اوبجكت داتا تايب. هو هنا خلاص هيشوف، هنا اهو بيقول لك هيشوف الحاجات اليونيك اللي في الكولومز اللي هي اوبجكت فقط، الكولوم اللي هي مش نيوميريكال. فازاي هيعمل كده؟ قال لك عمل فاريبل اسمه كاتيجوريكال كولومز، قال لك سي نيم فور سي نيم ان سيلز دوت كولومز، سيلز دي اللي هي فيها كل الداتا بتاعتنا، دوت كولومز هيعمل فور لوب، سي نيمز دي هتلف على كل الكولومز، بس وهي بتلف مش هتلف على كله بقى، في شرط معين هو حاطه، اف السيلز السي نيم دوت داتا تايب ايكوال اوبجكت، هيلف على الاوبجكت بس، يعني هيجي على الداتا هنا هيلف على الاوبجكت، هيلف على ده يعتبر اوبجكت، وده يعتبر اوبجكت، وده 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 لحد الفيميل هنا مثلا، وهنا ده كمان اوبجكت هيلف عليه، هيجيب كل الكلام ده. بعد كده دي نيوميركال مالناش دعوه بيها، دي نيوميركال وهكذا، ده هنا هو اوبجكت، والتايم ده هنا اوبجكت، هياخد حاجات الاوبجكت بس، فهو ده الكونديشن اللي هو حاطه، وهو بيعمل الفور لوب عن طريق السينما اللي هترجع دي، هتيجي تتخزن هنا، بعد كده هو عمل لها برنت فرجع لك كل الكولومز اللي هي اوبجكت، تمام. بعد كده هيعمل ايه؟ بعد كده هيحب يشوف الحاجات اليونيك اللي موجوده في كل كولوم على حده، ازاي؟ هيقول لك برنت يونيك فاليوز ان برانش، وفتح عمل نقطتين كده وفتح قوسين حط فيها زيرو دوت فورمات لين للسيلز، لين السيلز الكولوم اللي اسمه برانش دوت يونيك تو ليست، وافتح قوسين، وبعد كده قفل الاقواس اللي هي فتحها في الاول. عمل ايه الكلام ده؟ عمل ايه؟ اول حاجه نيجي نبدا من هنا كده، السيلز دي الداتا بتاعتنا، الكولوم اللي اسمه برانش، تمام. الكولوم اللي اسمه برانش احنا عارفين عندنا 3 برانشز، 3 فروع للسوبر ماركت A و B و C، خلاص هو راح عند البرانش. وبعد كده يعمل ايه؟ دوت يونيك، هات لي الحاجات اليونيك، احنا عارفين عندنا A B C عندنا 3 حاجات يونيك، دوت تو ليست حولهم ليست، بعد ما تحولهم لليست هات لي اللين بتاعهم، اللين دي بتعد لك انت عندك كام حاجه، احنا قلنا عندنا 3 حاجات، والفورمات دي هتاخد الثلاثه دول تخزنهم ما بين القوسين ده، هيقوم جايب لك هنا عمل لها برنت اهو يونيك فاليوز ان برانشز، عندنا 3 فروع للسوبر ماركت 3. هنا نفس الكلام مع الكولوم اللي اسمه سيتي، عندك كام مدينه، السوبر ماركتس الثلاثه دول موجودين في كام مدينه، عندك 3 مدن مختلفين، نفس الطريقه يعني بيحولهم لليست، وبعد كده بيجيب اللين بتاعهم، والفورمات دي بتخزن لك القيمه العدد اللين اللي موجود عندك هنا، وهكذا هيعمل كده على كل هيعمل كده على الجندر برضو اللي هم الميل وفيميل، هتلاقي الجندر هنا 2 برضو، وهيعمل على الكاستمر تايب 2، والبرودكت لاين عندك 6 منتجات بيتباعوا، وطبعا كل منتج جواه منتجات تانية، يعني انت مثلا في الهيلث، في الحاجات اللي هي الهيلث اند بيوتي المتعلقه بالصحه والجمال، انت عندك اكيد كذا تايب يعني مش 6 بس، انت كل نوع جواه
بقى انواع تانية فاهمني. بعد كده اليونيك فاليوز ان بيمنت، كام طريقة للدفع برضو. الكولوم الاخير ده هتروح على الداتا، الكولوم اللي اسمه بيمنت هتحوله هتجيب اليونيك بتاعه في كام قيمة يونيك، بعد كده تحوله الليست. بعد كده هنجيب اللين بتاعه اللي هو التلاتة تمام، اللي هو الكريدت كارد وال والواليت والكاش. بعد كده هيعمل اس ان اس اللي هي جايه من السيبورن دوت دوت سيت ستايل دارك جريد. دارك جريد عامل لك كومنت اهو بيقول لك ستايل ذا بلوت باك جراوند تو بيكم ا جريد. الجريد اللي هو الشكل اللي بيكون تحت الرسم اللي هو الشكل اللي تحت ده، هو ده شكل الجريد، فده اللي هيستخدمه في كل الرسم بتاعه. بعد كده هيعمل جندر كاونت، ده فاريبل عادي اقول لك اس ان اس اللي هي جايه من السيبورن. كاونت بلوت، كاونت بلوت بتاخد مجموعه من الارجيومنت. لو انت جيت هنا، بس انا مش هعرف اكتب هنا طبعا عشان مش مسموح ان انا اكتب هنا، يعني لازم اعمل لها كوبي اند ايديت الاول وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. بس هنا لو انت جيت عملت شيفت تاب 3 مرات هيطلع لك الارجيومنت اللي الكاونت بلوت بتاخدها. هتلاقي من ضمنها بيقول لك الاكس وبتاخد الديت، سوري الداتا. الاكس هو حط الجندر، عايز يعرف الكاونت بلوت في كام واحد في ميل وفي كام واحده في ميل وفي كام واحد ميل. والداتا، هات لي الكلام ده من السيلز اللي هي متخزن فيها الداتا بتاعتي، والتايتل اللي هو الجندر كاونت. فهتلاقي هنا بالشكل ده كده هو عمل الخلفيه اللي ورا عملها دارك جريد، والشكل ده كده هنا الكاونت على الواي والجندر على الاكس، وعندك 500 في ميل و500 ميل موجودين في الداتا بتاعتك. طيب بعد كده هيعمل اس ان اس دوت بوكس بلوت. البوكس بلوت برضو لو انت جيت شيفت تاب 3 مرات هتقول لك ان هي بتاخد الاكس والواي وبتاخد الديت، سوري الداتا. هو هيحط الاكس، هيحط البرانش وهيحط الريتنج عشان يشوف الريتنج في كل البرانشز بتاعت السوبر ماركت. بعد كده هيحط التايتل اللي هو الريتنج باي سوبر باي برانش، يعني التقييم في كل البرانشز بتاعت السوبر ماركت. فهي البوكس بلوت دي عامله زي، نطلع كده، عامله زي لما تعمل ديسكرايب. مش لما تعمل ديسكرايب بيجيب لك المينيمم ونسبه ال 25 وال 50 وال 75 والماكسيمم، هي البوكس بلوت بتعمل نفس الكلام، بتجيب لك الماكسيمم اللي هو 10 والمينيمم اللي هو الاربعة، ودي هي نسبه ال 75 ونسبه ال 50 ونسبه ال 25. وهنا الفرع الاولاني والفرع الثاني واضح ان هو التقييم فيهم يعني متشابه كبير جدا، يعني هنا الماكسيمم 10 والمينيمم 4، وهنا برده نفس الكلام في الفرع سي. فرع بي هو يعتبر اقل واحد فيهم، لان بص الافريج متوسط، التصنيف، متوسط التصنيف في الفرع، بي هو قليل جدا. يعني حتى هو انا عامل لك اهو، هو عامل لك كومنت بيقول لك برانش بي هاز ذا لوست ريتنج، البرانش بي هو اقل واحد في، الريتنج يعني بالنسبه لكل البرانشز الثانيه. وبعد كده هيقول لك ايه بقى، سيلز باي ذا اور ان ذا كومباني موست اوف ذا ايتم وير سولد اراوند الساعه 2 اللي هي 14، يعني ده الوقت المحلي. يعني بيقول لك ايه من خلال الرسمه اللي تحت دي، تعالى اول نشرحها. هو جاب اس ان اس اللي هي جام السيبورن، واضح ان هو بيحب السيبورن قوي. يعني قال لك جاب حاجه اسمها لاين بلوت. اللاين بلوت بتاخد الاكس وبتاخد الواي. الاكس اللي هي عدد الساعات، اللي هي الكولوم اللي اسمه اور اللي هو كاريته في الاول اللي جابه من التايم، والواي اللي هي الكوانتيتي، والداتا اللي هي السيلز تمام. والاس هيحط سيت تايتل اللي هو برودكت سيلز بير اور تمام. عمل ايه هنا؟ بيقول لك ان هنا عمل علاقه ما بين الكوانتيتي الحاجات اللي بتتباع واتباعت الساعه كام، وعمل من خلال الخط ده اللي هو اللي عامل زي الزجزاج ده هنا، النقطه دي القمه دي هي اكتر وقت بيتم البيع فيه. يعني الساعه 2 مثلا، حتى هنا اعمل لك الكومنت اهو بيقول لك ان اكتر الحاجات اللي موست اوف ايتم وير سوليد، اكتر الحاجات اللي بتتباع في حوالي الساعه 2. يعني شوف بقى يا جماعه، انت كراجل صاحب سوبر ماركت، انت بقى يعني انت مهمتك كمهندس ماشين ليرنينج ان انت فن ان انت تعرف تحلل الرسمه اللي قدامك وبناء عليها تاخد قرارات معينه. يعني انت لو انت صاحب السوبر ماركت ده وعرفت ان اكتر الناس بتجي لك هنا هو الساعه 2، انت بقى ممكن تاخد اي قرار في، الوقت ده، تزود مثلا عدد العماله لان بيكون عندك ضغط شغل كبير، وهكذا. يعني تزود المنتجات في الوقت ده، تجيب منتجات مختلفه كده. طيب
ده من خلال ال من خلال اللاين بلوت. طيب بعد كده بيقول لك بلو وي كان سي هاو ايتش برانشز سيلز كوانتيتي لوكس لايك باي ذا اور ان ا مانثلي فاشن. هيشوف كل الفروع الكل هيشوف المبيعات في كل الفروع. طيب ازاي ده بالنسبه للج يعني ايه؟ تعال نشوف كده مثلا الرسمه دي كده. هنا عمل ايه؟ بيقول لك جندر كاونت ده فاريبل عادي اس ان اس دوت. في حاجه اسمها ريل بلوت. ريل بلوت دي بتاخد مجموعه من الارجيومنت. لو انت جيت برضو شيفت تاب لو انت مش عارف الارجيومنت دي ايه هتطلع لك كل حاجه في الدوكيومنتيشن بتاعت بايثون نفسها. فهنا الاكس والواي، الاكس حطها عدد الساعات اللي هي الاورز، والواي حطها الكوانتيتي، والكولوم الكول اللي هي الكول دي حطها المانث. وخلي بالك الحاجات دي اللي هو قعد يفنطها في الاول خالص، هو جاب لك العدد الساعات الاورز وبعد كده جاب لك المانس لو تفتكر يعني كده كده. هحط لك الكيرنل تحت في الديسكريبشن. وبعد كده قال لك الرو هو حطه البرانشز، الكايند هيحطه لاين، الاتش يو اي هو الجندر، الستايل الستايل هو الجندر برضو، والداتا هي السيلز. هات لي الكلام ده من الداتا اللي اسمها سيلز. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نبص على الرسمه دي. هي الرسمه باينه صغيره قوي، فانت لو جيت هنا كده عملت كليك يمين وعملت سيف ايمجز هتنزلها عندك على الجهاز وهتبقى كبيره معاك. بس تعال يعني نحاول نشرحها كده. اولا وهنا جاب علاقه ما بين عدد الساعات اللي هي الاكس حط الاورز والكوانتيتي. عمل ايه دوت؟ نسبه المبيعات اللي هم الثلاث شهور في اللي هم الثلاث شهور في الثلاث فروع. يعني مثلا ده برانش ايه او برانش ايه الشهر الاولاني، الفرع الاول الفرع رقم ايه، الفرع ايه الشهر الاول. هنا عدد الساعات يعني مثلا هنا الاتش يو اي جندر، لو انت جيت بصيت على اليمين تحت هنا خالص اهو الجندر الاتش يو اي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك اليمين هنا كده بتقول لك الجندر الفيميل اللي هو الخط الازرق، والميل اللي هو الخط الاورنج اللي هو الداش ده. فلما تيجي هنا تفهم ايه من الرسمه دي؟ ان الميل ان الفيميل الخط الازرق بتاعها اكتر الناس بتيجي تشتري في الفرع ايه، اكتر الناس اللي هتشوف التايم اللي هي الساعه 12، الساعه 12 في شهر في الشهر الاولاني في الفرع الاولاني. اكتر الناس من الستات اللي هي الفيميل كانت بتيجي تشتري في الكميات اللي هي مثلا هنا 7 كميات ولا حاجه على محور الواي اهو، كانوا بيجوا يشتروا في الوقت ده. والميل اكتر الناس كانت بتيجي تشتري من الميل اللي هي القمة دي، أعلى حاجة في اللاين اللي هو الداش اللي هو الأورنج ده. الكمية اللي كانوا بيجي يشتروها حوالي برضو حوالي مثلا حوالي مثلا 7 ولا حاجة. وهنا مثلا أهو هنا ده يعني هو ده مش مكمل 8 حتى، يعني ممكن نقول إن ده 7 وشوية، وممكن نقول إن ده 7. يعني من خلال الرسمة دي أنت بتعرف من خلال الاتش يو اي، الاتش يو اي دي هي بتجيب لك الشكل اللي على اليمين ده وبتوزع لك اللاين اللي هو اصلا عامل الستايل الجندر، الستايل هو الجندر تمام. بس دي مبيعات الشهر الاول في الفرع الاول، دي مبيعات الشهر الثاني البرانش سي في الشهر الاول والثاني والثالث، دي البرانش بي الثلاث شهور، وهكذا بقى. انت تحلل الرسمه ديت وتشوف ايه اكتر الناس بتجي لك امتى من الفيميل والميل والكوانتيتي الكميات اللي بيشتروها. طيب بعد كده بيقول لك بلوي كان سي اتش برانشز سيلز باي ذا اور ان مانثلي فاشن. بيقول لك ان احنا تحت وي كان سي اتش برانشز كل المبيعات بتاعت الفروع بايز اور، يعني عن طريق الساعه يعني اللي بيجي يشتروا فيها. طيب تعال نشوف الكلام ده. بيقول عمل فاريبل اسمه جندر كاونت اس ان اس دوت ريل بلوت، برضو الاكس هي الاورز والواي هي التوتال. هيشوف التوتال اللي هي القيمه اللي الناس بيدفعوها بالاضافه للضريبه، والكولوم هو المانث، والرو هو البرانش، والاستيميتور بنان، والكايند لاين، والداتا سيلز. الكايند لاين عشان يعمل لاين، ومحور الاكس هيكون هو الاور، ومحور الواي يكون هو التوتال. وبرده نفس الكلام اللي كان فوق ان هو هنا ده هو المبيعات، مبيعات التوتال للسوبر ماركت كسبه كله في الشهر الاول في الفرع الاول، وهنا في الشهر الثاني الفرع الاول، وهنا الشهر الثالث الفرع الاول، وهنا الفرع سي لمده 3 شهور. انت بقى من خلال الزجزاج بتاع اللاين ده تقدر تعرف ايه اعلى توتال جه عندك
وجه الساعة كام، يعني ممكن تعرف جه الساعة كام. يعني هنا مثلا أعلى توتال هو حوالي $1000 في الشهر الأول في الفرع بي، حوالي $1000. وكانت الساعة مثلا، كانت الساعة هنا أهو 13 ولا حاجة، يعني كانت الساعة واحدة. فهي دي نسبة المبيعات، نسبة الفلوس اللي هي التوتال اللي دخلت للسوبر ماركت في الوقت ده في الشهر الأولاني، تمام. وبالطريقة دي انت بتحلل الرسمة. بعد كده حب يعمل يشوف اليونيك اللي موجود في الريتنج. احنا عندنا طبعا كولوم اللي اسمه ريتنج الاخير خالص، هيشوف كل القيم اليونيك اللي هي الناس بتحطها، فهي دي القيم التقييمات اللي بيحطوها. بعد كده هيعمل اس ان اس دوت لاين بلوت، لاين بلوت هيحط الاكس اللي هو التوتال، اللي هو التوتال اهو، والواي اللي هو الريتنج، والداتا هات لي الكلام ده من الداتا بتاعتنا اللي متخزن فيها كل الداتا اللي هي السيلز. طيب تفهم ايه من الرسمه دي؟ ان هنا اكتر الناس اللي بتدفع والتقييمات بتاعتها. يعني مثلا الناس اللي هي هنا، تعال نشوف هنا مثلا اللاين الاخير ده، هنا ده واحد دفع اهو كل الاجمالي بتاعه بالاضافه للضريبه، دفع حوالي $1000 او اكتر، وحط تقييم قليل، حط ريتنج قليل. بينما هنا فوق اهو برضو ناس تانية دفعت فلوس $1000 او اكتر، $1000 او اكتر، والريتنج حطت ريتنج عالي، وهكذا. هنا بيجيب لك العلاقه ما بين الناس اللي بتدفع فلوس كتير وما بين التقييمات، تمام. وبناء على انت برضو بتاخد قرارات معينه لو انت راجل صاحب السوبر ماركت ده. بعد كده قال لك هنعمل برودكت اناليسيس، هيحلل المنتجات بتاعته، بيقول لك ليتس لوك ات ذا فيريس برودكتس بيرفورمانس. طيب قال لك في حاجه اسمها البوكسن بلوت، احنا خدنا البوكس بلوت من شويه، دي بقى بتزود اي ان، يعني بتقول بوكسن بلوت، هيحط الواي اللي هي البرودكت لاين، هيشوف المنتجات بتاعته بقى وهيحلل، بيقول لك فيريس برودكتس، هيشوف منتجات مختلفه ويشوف الاداء المبيعات بتاعتهم. طيب هو والاكس، محور الاكس هو الكوانتيتي، والداتا هي السيلز. طيب عمل لك الرسمه دي، تفهم ايه من الرسمه دي؟ تفهم ان انت اكتر حاجه بتتباع عندك في السوبر ماركت ان الهيلث اند بيوتي والالكترونيك اكسسوارز والهوم لايف اند لايف ستايل والسبورتس اند ترافل، دي اكتر حاجات بتتباع عندك في السوبر ماركت. عرفت منين؟ من الافريج. بص متوسط المبيعات فين؟ هنا. متوسط المبيعات هنا، والماكسيمم الماكسيمم بتاعهم 10، بينما هنا الفود اند بيفريدجز والفاشن اند والفاشن اكسسوارز، هنا نسبه الافريج قليله. حتى هنا عامل لك كومنت تحت اهو بيقول لك فروم ذا ابوف فيجوال، من الرسمه اللي فوق ديت، الهيلث اند بيوتي الكترونيك اكسسوارز هيومن اند لايف ستايل سبورتس اند ترافل هاف ا بيتر افريج كوانتيتي سيلز ذات فود اند بيفريدجز از ويل از فاشون اكسسوارز. يعني الثلاثه الاربعه اللي في الاول دول هم نسبه المبيعات فيهم بتكون اكبر من الاثنين دول. انت ممكن تاخد قرار بقى هنا ايه من الرسمه دي، ان انت تزود تزود الحاجات المنتجات ديت عندك في السوبر ماركت، وكمان تزودها في الساعه اللي احنا شفناها من شويه، اللي كانت الساعه 2 اللي اكتر الناس بتيجي تشتري في الوقت ده. احنا عرفنا الناس بتشتري بتيجي بشكل كبير امتى، يعني هنا اهو من الرسمه دي احنا عرفنا اكتر الناس بتيجي تشتري بيدفعوا فلوس كتير امتى وبيجوا الساعه كام. يعني لما عملنا هنا مع الاور، وفوق برضو هنا لما عملنا مع الميل والفيميل، اكتر الميل وبيجوا امتى اكتر الفيميل بيجوا امتى، انت كده عرفت الناس بتجي لك امتى واكتريتهم بيجوا الساعه كام وبيدفعوا فلوس قد ايه، والمنتجات الكتير جدا اللي بيشتروها والمنتجات القليله اللي انت ممكن ما تزودهاش قوي لان الطلب عليها قليل. وبالطريقه دي انت ممكن تزود الحاجات اللي مطلوبه بشكل كبير. دي هي يا جماعه، يعني واخد بالك انت بايثون والسي بورن بتعمل ايه؟ قويه جدا جدا الصراحه سي بورن دي، وقوتك انت هنا بقى في ان انت تعرف ازاي تحلل الرسمه اللي قدامك وتاخد منها قرارات، وان انت تكون عارف اصلا سي بورن وازاي يجي في دماغك ان انت تعمل حاجه زي كده اصلا. طيب بعد كده قال لك الاس ان اس دوت كاونت بلوت، هيعمل كاونت بلوت للبرودكت لاين، هيعد المنتجات اللي هي اللي بتتباع عنده اللي هي البرودكت لاين، الداتا هي السيلز، الاوردر هو ده ارجيومنت عادي، الاوردر ده هو السيلز برودكت لاين، هيقول لك دوت فاليوز كاونت، عد لي الفاليوز اللي موجوده عندك جوه البرودكت لاين عددهم يعني، ودوت اندكس، فهتعمل لك الشكل ده. الشكل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هنا اكتر حاجه، حتى تعال نشوف الكومنت اللي عامله، بيقول لك فروم ذا ابوف ايمجز، فروم ذا ابوف ايمج شوز ذا توب برودكت لاين ايتم تايب سوليد، جاب لك اكتر حاجه متباعه الفاشن اكسسوارز، واحنا اصلا لسه شايفينها هنا، هنا لسه شايفينها
هنا كان هنا لا هنا كان المتوسط، هنا كنا بنشوف المتوسط. لما قال لك ان هنا المتوسط، هنا بيقول لك اكتر حاجه توب برودكت لاين ايتم تايب سوليد ان ذا جيفن داتا سيت فاشن اكسسوارز از ذا هايست فاشن اكسسوارز، اللي هي دي اكتر حاجه بتتباع ان ذا هايست، وايل ذا هيلث اند بيوتي، هيلث اند بيوتي هي اقل حاجه بتتباع. تمام، من خلال البار بلوت ده عرفنا ايه اكتر حاجه بتتباع اللي هي الفاشن اكسسوارز، وايه اقل حاجات بتتباع. تمام، يعني احنا ممكن انت كراجل صاحب سوبر ماركت تركز على ايه، تجيب البضاعه دي بكثافه، والحاجات اللي انت مش مهمه قوي او الطلب عليها قليل تقلل منها. طيب بعد كده بيشرح اهوت، وهنا هيعمل اس ان اس بوكسن بلوت، هيعمل بوكسن بلوت، هيشوف العلاقه ما بين البرودكت لاين وما بين التوتال، فهيعمل الرسمه دي. الرسمه ديت بتبين لك نفس الكلام اللي هو قاله فوق، يعني هنا اكتر حاجات بيدفع فيها فلوس اللي هي حوالي اكتر من $1000 او حاجه، اللي هي الفاشن اكسسوارز، ويليها الفود اند بيفرجز، وهكذا. من خلال الماكسيمم ده بتعرف ايه اكتر الحاجات المطلوبه. بس انت هنا يعني الفود اند بيفرجز هي تعتبر الافريج، متوسط المبيعات المتوسط، يعني يعتبر اكتر من الفاشن اكسسوارز، بس كماكسيمم الفاشن اكسسوارز اكتر. يعني حتى هنا هو بيقول لك ان الفاشن اكسسوارز از ذا هايست وايل هيلث اند بيوتي از ذا لوست، ده كان بالنسبه لفوق يعني. وهنا برضو الفاشن اكسسوارز هو الهايست برضو يعني. طيب بعد كده هيعمل سترايب بلوت، سترايب بلوت برضو من السيبورن، العلاقه ما بين البرودكت لاين والتوتال، والاتش يو اي هو الجندر على حسب الجندر. يعني يعني ايه يعني الاتش يو اي هيجي يعمل لك البوكس اللي فوق على اليمين ده، هيقول لك ان الجندر الفيميل هي النقطه الزرقاء والميل هي النقطه اللون ده. وتفهم ايه من الرسمه دي، ديت هي المنتجات اللي بتتباع والناس اللي بيدفعوا فيها فلوس. يعني هنا مثلا عشان تحلل انت الرسمه دي هتضطر ان انت تاخد كل شخص على حده وتشوف اشترى ايه ودفع ايه. يعني مثلا تعالى نمسك النقطه دي هي لوحدها خالص اهي عشان نفهمها. النقطه ديت هو دي فيميل، فيميل الاولويات بتاعتها ايه، هي بتشتري الحاجات اكتر حاجات بتدفع فيها فلوس اللي هي سبورتس اند ترافل. تمام، اللي بتدفع حوالي $1000 او حاجه، وهكذا بتمسك كل نقطه على حده، ومن خلال السترايب بلوت الشكل الجميل ده بتحلل كل واحد اولوياته ايه وبيدفع فلوس قد ايه. طيب بعد كده هيعمل ريل بلوت، هيشوف العلاقه ما بين البرودكت لاين وما بين الجروس انكم اللي هو الدخل الكلي. يعني هنا البرودكت لاين على الـ على الواي، والجروس انكم على الاكس، هتشوف تمسك كل نقطة برضو على حدة وتشوف الدخل الكلي من الفود اند بيفرجز بيخش لك قد ايه، وبيخش لك قد ايه من الهوم اند لايف ستايل من الاشخاص دي. بتحلل كل نقطة على الاكس والواي وتبدأ تشوف الدخل بتاعك قد ايه. طيب بعد كده يعمل بوكسن بلوت تاني ما بين البرودكت لاين والتصنيف او الريتنج التقييم اللي الناس بتحطه، والداتا طبعا هي السيلز. هنا من خلال الرسمه دي هتشوف الريتنج والبرودكت لاين. الريتنج مثلا هنا كافريج، كافريج ده يعتبر اكبر افريج، يعني الفود اند بيفريجز هو دوت يعتبر اكتر حاجه بتاخد تصنيف من البضائع اللي موجوده في السوبر ماركت كافريج يعني. انما كماكسيمم، ممكن نقول الهيلث اند بيوتي والالكترونيك اكسسوارز برضو كماكسيمم، ويليها الهوم اند لايف ستايل، انما كافريج هو المأكولات والمشروبات. طيب حتى هنا هو بيشرح لك الكلام اللي فوق، بيقول لك فود اند بيفرجز اي هاف ذا هايست افريج، والسبورتس اند ترافل ذا لوست، السبورتس اند ترافل اللي هي دي اقل افريج. تمام، وبعد كده بيقول لك ليتس سي ذا ليتس سي وين كاستم وين كاستمرز باي سيرتن برودكتس، يعني تعال نشوف امتى الوقت اللي بالتحديد الناس بتيجي تشتري فيه منتجات مختلفه، يعني فاريوس برانشز من الفروع الثلاثه اللي موجوده عندنا. هيقول لك هيعمل علاقه ريل بلوت ما بين عدد الساعات وما بين الواي اللي هي الكوانتيتي الكميات اللي بتتباع في الوقت ده، والكولوم هيكون هو البرودكت لاين، واللاين هو البرانش سوري والرو هو البرانش، والاستيميتور بلان، والكايند لاين، والداتا اللي هي السيلز. انا محمل الصوره دي، تعالوا نشوفها. هي دي الصوره، تعالى مثلا نمسك واحده واحده كده من افهمك دي بتعمل ايه. هو هنا بيقول لك ان هنا بيجيب لك عدد الساعات والكميات اللي بتتباع
في كل فرع على حده ولكل منتج على حده. يعني مثلا الجراف ده بيمثل ايه؟ هنا البرانش بي، الفرع بي، البرودكت لاين، المنتج اللي هو الهيلث اللي هي المنتجات الحاجات المتعلقه بالصحه والجمال. تمام، هنا تفهم ايه من الرسمه دي؟ ان اكتر وقت انت بتبيع فيه المنتج ده بالتحديد في الفرع بي هو الحاجات اللي هي اللي فوق دي، الزجزاج اللي هو اللاين لما فوق خالص كده. يعني مثلا هنا نقول ان هنا اهو الساعه 2، الساعه 2 هو في طلب، بيكون طلب كتير على الكميات اللي هي الكوانتيتي بالنسبه للهيلث اند بيوتي. وهنا برضو بالنسبه للفرع بي، تمام، هنا برضو بالنسبة للفرع بي بس المنتج اللي هو بقى الالكترونيك اكسسوارز. هتطلع فوق كده هتطلع هتلاقي بالنسبة للفرع سي برضو بالنسبة للهيلث اند بيوتي، وهنا بالنسبة للالكترونيك اكسسوارز، وهنا بالنسبة للهوم اند لايف ستايل. بتحلل بقى الرسمة هنا، يعني مثلا هنا اهو تحت هنا هنا اقل، ده يعتبر اقل وقت الناس بتيجي تشتري فيه المنتج اللي هو هم الحاجات المتعلقه بالهوم اند لايف ستايل. وهنا الناس بتيجي كتير جدا في الوقت، تبدا بقى تشوف الوقت هنا وتقارن، تشوفوا الناس دي بتيجي الساعه كام وبيطلبوا ايه بالظبط من خلال الكود الجميل اللي هو عامله ده. طيب بعد كده هيقول لك البيمنت شانل، اللي هيشوف طريقة الدفع، هيشوف الكاونت بلوت، هيشوف عدد الناس اللي هي بتدفع بالثلاث طرق المختلفة اللي قلنا عليهم في الأول، والداتا هي السيلز والتايتل اللي هو البيمنت شانل. هنا من الواضح ان اكتر الناس بتدفع بالاي واليت اللي هي المحفظه الالكترونيه، وبرضه بيدفعوا كتير جدا بالكاش بيمنت. اقل حاجه بيدفعوا بيستخدموها في الدفع هي الكريدت كارد من خلال الرسمه دي. بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل كاونت بلوت ما بين هنا بيقول لك ايه بقى، موست اوف ذا كاستمر بيس روز اي واليت اند كاش بيمنت وايل اندر 40%، تحت 40%. بيشرح الرسمه اللي فوق دي يعني. وبعد كده بيقول لك وي وود اولسو لايك تو سي ذيس بيمنت تايب ديستريبيوشن اكروز اول برانشز، هيشوف نفس طريقه الدفع ديت هل هي برضو في كل ثلاث فروع الاي واليت والكاش بيمنت هم الاعلى برضو ولا ايه بالظبط. فهيجيب كل فرع على حده، هيلاقي ان الكاونت بلوت هيعمل، هيجيب البيمنت مع الاتش وي اي هي البرانش، الاتش وي هي البرانش، فدي دي ده الفرع الاولاني، الثلاثه دول هم الفرع الثاني، الثلاثه دول هم الفرع الثالث. هنا الاي واليت اللي هي الازرق دي هي اعلى حاجه بيتم استخدامها بطريقه الدفع في السوبر ماركت الاول، هنا الكاش بيمنت في السوبر ماركت الثاني، هنا الكريدت كارد في هنا الكريدت كارد، سوري يا جماعه، هو الازرق ده هو بيمثل الاي واليت يعني. تمام، هنا الاي واليت وهنا الكاش بيمنت، هنا كاش بيمنت اعلى حاجه، وهنا البي واليت برضو هنا اعلى حاجه برضو. تمام، حتى هو جايب لك هنا البرانش A والبرانش C والبرانش B وعامل لك كل لون لوحده. بعد كده هيعمل ايه؟ بعد كده هيقول السيلز الكاستمر اناليسز، هيحلل بقى الناس اللي هي الكاستمر اناليسز اللي قلنا عليها من الاول، عندنا نوعين فيهم، الناس اللي ليها عضويه والناس اللي ملهاش عضويه. السيلز الكاستمر السيلز الكولوم اللي اسمه كاستمر تايب دوت ان يونيك، عندك نوعين بس اللي هم ممبر ونورمال. وهيعمل كاونت بلوت للكاستمر تايب، هيلاقي ان هم عندك في الداتا كلها عندك 500 ممبر و500 نورمال، 500 لهم عضويه 500 ما لهمش. وهنا هيعمل كاونت بلوت للكاستمر تايب، الاتش يو اي هو البرانش، هيعمل علاقه ما بين الكاستمر تايب اللي هم النوعين اللي عندنا الممبر والنورمال، وهيشوف ايه الكاونت بتاعهم. هنا الممبر واضح ان هم اكتر اكتر هنا في 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 البرانش، في البرانش سي، البرانش سي هم اكتر، وفي البرانش في البرانش اي، في البرانش اي النورمال اكتر. تمام، لان انت عندك نوعين بس من الكاستمر تايب. طيب بعد كده هيقول لك داز كاستمر تايب انفلونسز ذا سيلز، هل الناس اللي ليها عضويه ولا مالهاش عضويه، هل الناس دي بتاثر في المبيعات؟ فهنا هيعمل حاجه اسمها جروب باي، هيعمل جروب باي، هيحط الكاستمر تايب اللي هم النوعين اللي عندنا، وهيعمل التوتال والسميشن، هيجيب كل السميشن دوت اج دي، وبعد كده بتاخد ارجيومنت اللي هو التوتال وهتحسب السميشن. فهيعمل برنت، هيطلع لك الشكل ده، الشكل ده تفهم منه ايه؟ ان الممبر
اكتر الناس اللي من ممبر التوتال بتاعهم، التوتال الدافع الفلوس اللي بيدفعوها في السوبر ماركت في الثلاث فروع بقى اكتر من النورمال. يبقى بالتالي الناس اللي ليها، يبقى بالتالي كلامه صح. وهنا لما سأل سؤال بيقول لك هل التو تايبس دول اللي هم الممبر والنورمال، الناس اللي عضويه واللي مالهاش عضويه، هل هم بيأثروا في السعر ولا ما بيأثروش؟ بيأثروا في نسبه المبيعات ولا لا؟ هم فعلا بيأثروا، بدليل ان الناس اللي ليها عضويه هي بتدفع فلوس اكتر من الناس اللي مالهاش عضويه. بعد كده هيعمل بار بلوت علاقه ما بين الكاستمر تايب والتوتال. الكاستمر تايب الناس اللي هي الممبر اللي ليها عضويه اللي ملهاش عضويه، ويشوف التوتال الفلوس اللي بيدفعوها من خلال الرسم ده. بتبدا هنا واضح ان الممبر زي ما قلنا من شويه اهو، الممبر هنا هم اللي بيدفعوا فلوس اكتر، زي ما البار دوت هو اعلى من ده، فالازرق هنا هم الممبر بيدفعوا. بعد كده هيعمل حاجة اسمها سوارم بلوت. كل ده يا جماعة في السيبورن هيعمل علاقة برضو ما بين الكاستمر تايب وما بين الريتنج. هيشوف والاتش يو اي هو السيتي والداتا هي السيلز، وهيحط التايتل اللي هو الكاستمر تايب. بص بقى بالشكل ده عمل ايه، يعني هنا جاب لك الاتش يو اي هي السيتي. الاتش يو اي بتعمل لك الشكل ده زي ما احنا عارفين، بتجيب لك الثلاث مدن اللي موجود فيهم الثلاث فروع بتوع السوبر ماركت. الازرق هو بيمثل اليانجون، واللون ده هو النايبت واي، والاخضر هو الماندلي، تمام. فهنا من خلال الممبر تعرف والنورمال والتصنيفات بتاعهم. يعني مثلا الراجل ده الاورنج ده اهو، اللون ده المكان الماوس كده، هو ده ممبر ليه عضويه وبيدي تقييم قليل. هتمسك كل نقطه على حده، كل شخص منهم على حده اللي موجودين في الثلاث مدن. يعني مثلا الراجل ده هو موجود في مدينه، في الفرع اللي هو الراجل ده ليه عضويه، مكان الماوس كده ليه عضويه، وموجود في مدينه نيبت واي وبيدي تقييم قليل. ومثلا الازرق ده اللي هو في يانجون، موجود في الفرع اللي هو في يانجون، وهو نورمال ملوش عضويه وبيدي تقييم يعني متوسط لحد ما، وهكذا، تمام. بعد كده هو راح بيقول لك انا رحت عملت سيرش على جوجل وجبت اللاجيتيود واللاتيتيود لكل المدن اللي موجودين عندك في اللي هم فيهم الثلاث فروع بتوع السوبر ماركت. اللونجيتيود اللي هو خط العرض، سوري، اللي هو اللونجيتيود اللي هو خط الطول، واللاتيتيود اللي هو خط العرض. يعني كل مدينه منهم هيروح على الخريطه ويشوف خط الطول بتاعها ايه وخط العرض. يعني حاجه هو فكر بالطريقه دي. طيب تعال نشوف عمل ايه. قال لك عمل فاريبل اسمه اللوج، سوري اللونج. هيعمل ديكشنري، هيشيل اليانجون، مدينه يانجون، وهيحط خط الطول بتاعها، وهنا نبتوي هيحط برده خط الطول بتاعها، وماندلي هيحط خط الطول بتاعها، وهنا نفس الطريقه هيعمل لات اللي هو اختصار لاتيتيود. هيعمل ديكشنري الاسم القديم نقطتين، الاسم الجديد اللي هو خط العرض. انت بالطريقه ديت بتعمل تبديل عن طريق الديكشنري، بتشيل دي وتحط خط العرض بتاعها، وبرده نبتوي هيحط خط العرض بتاعها، وهنا ماندلي هيحط خط العرض بتاعها. وهنا هيعمل بقى فور لوب، هيعمل فور سيت ان سيلز، هيعمل فور لوب على كل الداتا بتاعته. هيقول لك هيعمل كولوم جديد اسمه لونج، هيخزن فيه ايه، سيلز سيتي دوت ماب. هيخش جوه السيتي هيعمل ماب لللونج، هيعمل ماب لللونج، يعني هيخش جوه السيتي، السيتي فيها الثلاث مدن دول، فلما يخش جوه هيلاقي الثلاث مدن دول. الماب دي بتعمل ايه، ماب دي هتاخد اللونج، هتعوض بالقيم دي عن كل مدينه، هتعوض بالارقام عن كل مدينه. بعد كده هيروح يعمل سكاتر بلوت. الاكس هي اللونج اللي هي دي، سوري، والواي هي اللات اللي هي دي، والتوتال هو والسايز هو التوتال اللي هي القيم الناس اللي الفلوس الفلوس اللي الناس بتدفعها كلها اللي هي شامله الضريبه، والداتا هي السيلز السيلز والليجند. الليجند هو البريف، الليجند اللي هو الشكل ده اللي احنا عارفينه، والدوت التايتل عمله الكاستمر تايب. بعد كده عمل لك الرسمه دي، جاب لك اللونجيتيود هنا خطوط الطول، وهنا اللاتيتيود خطوط العرض، والنقط ديت تم توزيعها. يعني مثلا دي اليانجون خط الطول بتاعها 16 ومش عارف وكام، وخط العرض بتاعها 96 اللي هي النقطه دي. لو انت شفت الاحداثيات بتاعتها على الاكس وعلى الواي هتلاقي نفس الارقام، وهنا الارقام دي التوزيع بتاعتها النيبت واي اللي هي دي، واخر حاجه اللي هي الماندلي اللي هم الارقام دي اللي هي النقطه دي. وهنا بيقول لك ان التوتال الناس اللي هي
اللي هي هنا هنا دي 400 400 التوتال دول اللي هم الناس اللي هي اللي هي هنا في المدينة الأولى اللي هم اليانجون، والناس التانية اللي هم 800 اللي هم هنا في المدينة التانية اللي هي نبتوي والماندلي اللي هي الناس دي. ومن الواضح الناس ديت اللي هي بتدفع أكتر يعني، لأن هو التوتال بتاعهم أكتر يعني، هو 1200 دولار. طيب بعد كده بعد كده يعمل ريل بلوت. ريل بلوت دي هيعمل علاقة ما بين التوتال وما بين الكوانتيتي، ودي تقريبا آخر حاجة هيعملها. التوتال التوتال الفلوس اللي بتخش السوبر ماركتس في الثلاث فروع، والكميات اللي بتتباع، وهنا الكميات احنا عارفين عندنا هي من 1 لـ10، وكل وكل كمية جواها حاجات مختلفة. الناس يعني كل الكميات اللي موجودة عندنا في الداتا، أكتر حاجة الناس بتاخدها هي 10 كميات مختلفة. وهنا هنا بقى بيشوف لك التوتال، يعني مثلا هنا الراجل ده خد 10 كميات مختلفة، التوتال بتاعه والفلوس اللي دفعها كانت 1000 دولار، وهكذا يعني. بتمسك كل نقطة بتشوف الكميات اللي اتاخدت قد إيه منها ومن السوبر ماركت، وبتشوف التوتال بتاعه قد إيه، وهكذا. وبكده يكون احنا خلصنا الكيرنل دي. هحط لكم تحت في الديسكريبشن ان شاء الله زي ما قلت، واشوف حضراتكم على خير في محاضرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.